نمستي، انا غادة المرغبي ودي حلقة الهيلينج يوجا. الحلقات المرة دي هنعمل سيريز. المرة اللي فاتت عملنا كام حلقة ورا بعض، الديسك بتاع الرقبة والكتف وسوري والظهر واللور باك. النهاردة عايزة نبتدي سيريز حلقات، حاجة نعملها كل يوم ولو دقيقتين الصبح. فهناخد في كل حلقة حاجة، يعني حركة قليلة قوي نمسكها لوقت معين، وبينا بنشغل فيها عضلات الجسم كلها. فاللي ما عندوش وقت ما عندوش حاجة، ممكن يقدر يصحى الصبح مدة دقيقة، صباح الخير، نغسل وشنا أسناننا ونقف على طول نعمل الحركة. طيب هبتدي حركة النهاردة للعضلات اللي هي العضلات الأمامية، نسميهم عضلات الفخذ الكوادريسبس، اللي هما فوق الركبة. ايه فايدة العضلات دي؟ العضلات دي كل ما بقويها كل ما بشيل الحمل من على الركبة. ناس كتيرة قوي ركبتها وجعاها، وغير ان احنا كل ما بنكبر كل ما بنعمل رياضة زيادة بنعمل لود كتير قوي على الركبة، كل ما الوزن بيزيد بيعمل حمل كتير على الركبة. مش هرجع معاكم كتير، انا هنعمل على طول الحركة مع بعض، والحركة دي هحاول معاها مش بس اشغل حضرتك فقط، هنشغل كمان الكتف عشان نفتح عضلات الصدر اللي هي اتقفلت من كتر القعدة على المكتب. هنعمل ايه؟ هنقعد على هنسند على الحيطة، هدور على حيطة فاضية عندنا، وهاخد خطوة لقدام. الخطوة لقدام دي خطوة قد ايه؟ الخطوة لقدام دي خطوة لحد ما اجيب ركبتي فوق كعبي، يعني لازم رجلي مع الجنب تعمل زاوية 90، ركبتي لازم تبقى فوق كعبي على طول. هنزل قد ايه؟ في ناس تقدر تنزل لحد هنا، في ناس هنا، في ناس في الاول العضلات ضعيفه جدا مش هتقدر تنزل قوي، ف لا تسيح، هنقعد نبتدي هنا. وهبدا ارجع دقني لورا، فهنا ابتدي اشغل معايا ايه؟ عضلات الرقبه. وابتدي افتح ايدي لحرف W بالانجليزي او الكاكتس اللي هي زي شجره الصبار. لما بفتح ايدي والزقها لورا بعمل كده، بعمل ستريتش لعضلات الصدر، وبعمل تقويه لعضلات الظهر عشان اعودها ان هي تشد لورا، اللي هي رومبوي، العضلات اللي بين الشولدر بليدز بين عضمتين الكتف لورا. هعمل كده. طب دلوقتي في حمل على اللور باك، هروح واخده الصوره جوه سنه عشان الزق ظهري في الحيطه. فكده عملت ايه؟ شغلت عضلات الظهر معايا. همسك هنا، ممكن امسك هنا 5 انفاس، امسك 30 ثانيه. هعمل كل ده كل يوم، وابتدي اخد انفاس عميقه جدا. مثلا 5 انفاس. ممكن اعمل معاها حركه ان انا بدل ما افضل ماسكه ابتدي ارفع ايدي فوق كاني بمسح الحيطه بظهر ايديا. سو باخد نفس طالع انهي واكس هي زفير تحت، شهيق فوق زفير تحت. في ناس بقت العضلات دي قصيره جدا كنت قاعد على الكمبيوتر والموبايل، فهتعمل ايه؟ هتلاقي الايد ما بترجعش ورا قوي، بدا اخري في الايد. مش مشكله، واحده واحده، يعني كل ما هنتمرن كل ما العضلات هتفتح زياده، هتسترتش زياده وتطول تاني. واحده هتلاقوا نفسكم يعني لو انا ابتدينا التمرين هنا بعد اسبوع هتلاقوا انكم ايدي ترجع لورا اكتر لحد ما تبقى لورا. في اتفقنا، يا هحرك يا همسك هنا 30 ثانيه. ما فيش بعد نفسين تلاته تحطوا الحته دي زي ما يكون ابتدت تشتغل، زي ما يكون فيها نار. ودي فعلا بتقوي حلو جدا جدا. ممكن اصعب على نفسي احط حاجه بين ركبتين وابتدي اضغط عليهم، ابتدي اشغل برده العضلات اللي في الجنب، ابتدي اشغل العضلات اللي جوه وداخلية. بقى ممكن نستخدمها في حاجات كتير جدا، هوريكم دلوقتي ازاي ممكن برضو نحط بلوك. هجيب البلوك بتاع اليوجا، هجيب فوطه، هجيب اي حاجه عندي، كتاب، اي حاجه، وهقعد هرجع تاني اجيب كعبي تحت الركبه واقعد كاني قاعده على كرسي في الهواء، وهجيب البلوك واحطها بين الركبه. فكده كاني بشغل الادكتورز اللي هي الماسلز جوه اللي هي بتضم رجلين على بعض، واضغط عليها وابتدي اخد ايدي تاني صوره لورا، دقني لورا مش فوق، لورا عشان اجيب الودن فوق الكتف، ونبتدي نعمل الحركه. ابتدي باي عدد قليل في الاول وابتدي نطلع واحده واحده. فتمرين زي ده شغلت فيه كل عضلات الجسم، وتمرين سهل جدا، ممكن نعمله في المكتب لو ما لحقناش الصبح، ممكن نعمله في البيت. بس دايما نقول عشان نعمل عاده لازم نثبت ميعاد معين للتمرين كل يوم. يعني مثلا لو بعد ما صحينا على الصبح او ما ارجع من المكتب او في المكتب في البريك، فدايما اثبت ميعاد واثبت المكان اللي انا بعمل فيه. فكده على مدار 21 يوم نبقى خلقنا عاده نقدر ان احنا نستمر عليها، نتعود عليها من غير ما نفكر، بنقوم نعملها على طول. ان شاء الله التمرين يعجبكم وتستفيدوا منه. شكرا ونمستي.